ونشكر طبعا مؤسسه فاعل الخير على المجهود اللي عملوه معانا بالنسبه للميه. طبعا الميه كانت بتقطع عندنا الاول، بنضطر نعمل ميه من الترعه او بنروح بعيد عند الجيران او كده، او بنلف ونجيب ميه من مكان تاني. فالحمد لله ربنا كرمنا واكرمنا بيهم، وجم ركبوا لنا الميه زي ما حضراتكم شايفين، والعمليه زي الفل الحمد لله، وارتحنا. فرقت معانا كتير جدا طبعا. اولا احنا بنشكر الناس اللي ساعدت لنا بالخير، وبنترحم على الحاج محمد، ومعلش اعذرونا عشان احنا ناس برضه غلابه وبنبقى عطشانين والناس بتيجي تملى الميه. فاحنا بنشكركم وبنشكركم كتير كتير جدا اللي انتوا جيتوا ساعدتوا وطلعتونا الحاجه دي. بنشكر فعل الخير على مساهمته معانا في الميه والحاجات دي، ان احنا اعتبر الريف هنا وحاجه اساسيه عندنا دي، وبنشكرهم وربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم يا رب. جزاهم الله خير القائمين على هذا المشروع، ويجعل جزاهم في حسناتهم ويجعلهم مشكورين ويرحم الأموات جميعا. الحمد لله فرق معنا حاجات حلوة، متشكرين على جبتوا لنا مية ونصرتونا، الله ينصركم ويقويكم على من يعاديكم. وتعود عليكم بخير، ووسع رزقكم، كل اللي يعمل حاجة بتاح خير يا رب تعود عليه بخير ويزود رزقه ووسع عليه يا رب. الصدقة قبل ما تنفع الناس هتنفع اللي تصدق فيها. الصدقة بتنفع صاحبها الأول قبل اللي احنا متصدقين عشانه. الصدقة ربنا بيفرج بيها الكروب، وبيشفي بيها الأمراض، وبيسر بيها الأحوال، وبيهدي بيها الأولاد، وبيغفر بيها الذنوب، ويسكن الله صاحبها جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.